هاي حلوين، ازيكم؟ إيه النهاردة فيديو جديد، حبيت اشارك معاكم كده روتيني من بعد الفطار، او يعني هوريكم بس الفطار وبعد كده هنعمل روتيننا بعد الفطار، وهنعمل فيه فكرة حلوة قوي قوي ان شاء الله تستفيدوا منها. لو اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنى كمان رأيكم في الكومنتات وتقولي افكاركم وبتعملوا ايه تاني ممكن نعمله كده خير نشاركه مع بعض في رمضان. إيه، تعالوا بينا بقى، يلا نشوف الفيديو. إيه، اول حاجة ده الفطار عندي. إيه، انا كان عندي باقي محشي من امبارح، فكان فيه شوية ورق عنب وكرنب وهنا محشي مشكل. إيه، سخنتهم بس وحمرت لحمة عندي. إيه، كنت سلقاها وعصير مانجا. عايزه اقول لكم العصير ده بتاع عبد الرحيم اويدر، ده شكله طعمه حلو جدا، يعني انا جربت المانجا منه حلوه جدا وتقيله، يعني ممكن حتى في ناس اللي متحبش العصير تقيل قوي كده ان انتوا تجيبوها وتخفوها بشويه ميه. هفطر ونبدا مع بعض كده ان شاء الله، نشوف هنعمل ايه بقيه اليوم. هنا بقى بعد صلاه التراويح كده قلت اعمل بقى طبق حلويات، حاجات بسيطه. دي كنافه بالجبنه، وكان باقي عندي شوية بلح الشام، وطبعا كوباية شاي كده عشان الدنيا تظبط. بس ف يعني انا كده خلاص الحمد لله صليت وشلت مكان الفطار كله، وباقي بس حاجات بسيطة كده في المطبخ هشطبها، بس قلت بعد الصلاة اقعد شوية نهدى كده ونرتاح وبعدين نقوم نكمل ان شاء الله. استنوا بقى معايا عشان اخر الفيديو ده هيكون حاجة حلوة قوي وفيها فكرة جميلة جدا، ويعني اتمنى ان انتوا تستفيدوا من الحاجة دي ومن الافكار بتاعت الخير اللي احنا بنعمله طول شهر رمضان. ان شاء الله كل واحد على قد ما قدرته وعلى قد ممكن يعملها مرة، يعمل مرتين، يعمل وجبة واحدة بس زيادة في اليوم عن حاجته يعني، ويطلعها كأنه فرض زيادة بس في الاسرة. هشرب بقى الشاي كده واكل الكنافة وهي لسه سخنة ونكمل مع بعض النهاردة كده هنعمل ايه. هنا بقى جيت حاولت اعمل كده السحور. بصراحة انا كنت عايزة اعمل وجبات اطلعها يعني اوزعها على الناس اللي بتبقى شغالة بالليل كده، فبدأت اجهز بقى الحاجات. هنا جبت طماطم وفلفل وبدأت اقطعهم علشان اعمل بيهم جبنة يعني بالخضار، بدل ما اعمل جبنة واقطع خضار لوحده، فبحسها بتبقى حلوة وبتطلع شكلها شيك وطعمها حلو. وانا طلعت الحاجات اللي انا بحب اتسحر بيها، يعني انا بحب جدا جبنة بالطماطم في السحور. فهنا كنت بقطع بقى الطماطم والفلفل قطع كده صغيرة، وهعملهم ميكس مع جبنة بيضة وملح خفيف. كنت بس بقطع صغير هنا، واختي قالت لي طب يعني كبريها شويه، فطبعا بقى السايزات والحاجات دي على يعني ذوق كل واحد بيحبها ايه، يعني هتلاقوني كبرتها في الاخر قطع اكبر بكتير. وهنا بقى كنت بوريكم ان انا جبت حاجات للسحور، كنت جايبه زبادي. طبعا بحاول استغل بقى الاوفرز، هنا كان مثلا 5 عليهم 1. جبت برضو موز، الحاجات اللي هي بتمنع العطش وبتبقى لذيذة في السحور يعني. وكانت اختي بقى في المطبخ بتحاول تخلص الجبنة، ودي الاطباق اللي هعمل فيها الجبنة. الاطباق دي طبعا اشتروها جملة هتبقى ارخص بكتير. هنا ده شكل الجبنة، بس مجرد بشوفه خلطناهم وحطينا لها بس معلقتين زيت كده، بس يكون طبعا زيت نظيف يعني عشان ما يغيرش طعم الجبن. بس في كل طبق كده كنت بملاه يعني شويه على قد فرض يعني. وبعد الجبنه عملت كمان اطباق كده لفول، بس حطيتها بقى في فويل عشان يستحمل الحرارة، دي كانت سخنة. وعاملاه بالطحينة وبالبهارات كلها وزيت، زي ما تحبوا طبعا تطلعوه. كنت بسلق برضو بيض في الوقت ده علشان يبقى الفول والبيض سخنين وتبقى الوجبة شكلها حلو.
ده كده منظر الوجبة بقى كلها. حطيت العيش وحطيت بيض والزبادي، وطبعا بحط معلقتين كمان صغيرين بس. دي الفكرة كده بتاعت سحور النهاردة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. وعايزاكم في الكومنتات تقولولي افكار كده برضو، فطار او سحور.